جزاكم الله خيرا. المرسلة أم ناصر تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث إليكم بعد توبتي الأخيرة وإن شاء الله تكون الأخيرة. تقول: عمري الآن 36 سنة لم تخلو من الذنوب الكبيرة والتوبة أيضا، وقد حججت منذ 9 سنوات ورجعت بعد ذلك إلى تلك الذنوب، وذلك بسبب أنه هددني بالسحر إن لم أستجب له، وأنا دائما خائفة منه أن يؤذيني بالسحر. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يقدر أن يؤذيني، وخصوصا أنني صادقة في توبتي إن شاء الله مهما عمل، ولن أرجع مهما حصل إن شاء الله، ما توجيهكم لي وبماذا أتحصن من تلك التهديدات؟ يحصل التحصن بذكر الله عز وجل واللجوء إلى الله والاستعاذة من شر خلقه، وقراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، وقراءة السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين، فإن هذا مما يدفع الله به. ولا شك أن المحافظة على الصلوات أيضا مما يحصن المسلم، خصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، مما يحصن الله به المسلم من كل شر. كذلك الإكثار من ذكر الله فإنه حصن يلجأ إليه المسلم من شر شياطين الإنس والجن. هذا هو الحصن المنيع الذي إذا حافظ عليه المسلم مع التوكل على الله والاعتماد على الله. ثانيا، إذا لم يندفع أذى هذا الشرير، فعليك باللجوء إلى السلطة، إلى ولي أمرك وإلى السلطة للأخذ على يدي. نعم.